لا التشغيل لا التشغيل لا التشغيل. ميزانية باسم التشغيل، ميزانية باسم المشاريع والبنية التحتية، ميزانية باسم تأهيل المنظومة الأمنية والجيش، ميزانية باسم وباسم وباسم تتعدى في جيوب شكون؟ شكون اللي لعبها؟ وين المشاريع؟ باش نرجعوا فاس فاس وباش نطحنوا الوزارات الكل وعبي الكرتوش وقتلونا يا سيدي قتلونا، ما عندنا ما نخسر. شنو مازال في عمره هذا الشخص؟ شنو مازال في عمره هذا 12 سنة طالب 12 و14 و5 شنو مازال يتدرب؟ شنو كان المستقبل؟ نحن نحب ولا حقنا ورد الاعتبار قبل التشغيل. الناس هذه هي اللي كانت واقفة للبلاد، وهي اللي كانت تمنع من المناظرات، وهي اللي كانت توقف من 7 تاع الصباح لنص الليل باش ما تدخلش الكليه. والله احنا اليوم في معناها في تحرك اخر من اجل حق قدماء الاتحاد العام تاع التونس مفروزين امنين من اجل حق في الشغل. الملف معناها في فرص اولى كان فما موافقه، فما بعد لقاء اللجنه الوطنيه للاتحاد العام طلب تونس القدماء مع السيد وزير العدل قدم يعني واقر باحقيه الملف هذايا، وان فما موجود الحيثيات، موجود الارشيف لدى وزاره الداخليه، موجود الوثائق بالصور بكل الحيثيات، الا انه ولات مماثل يعني في موعد اول موعد ثاني في مجلس تاسيسي في رئاسه الحكومه، وكانه معناها تنصل من المسؤوليه. احنا نحبوا وزير العدل يتحمل مسؤوليته كوزير عنده صلاحيات الكامله انه يحل الملف هذا بدون الرجوع لرئاسه الحكومه، لانه المساله هذه مساله حقوقيه فيها اثباتات قانونيه وفيها يعني كل الاركان القانونيه لحل الملف هذا بدون حتى احراج ليه ولا لحكومته. لكن التعنت الموجود لدى رئاسه الحكومه يدل انه ثم معامله سياسيه وفرز اخر اضافي للوجوه هذه، لانه احنا معناها من منذ سنه 2000 لليوم يتم اقصائنا الين من المناظرات عن طريق وزاره الداخليه. ما فماش باي مؤيده ترسم باش تلقى روحك اوتوماتيكمون اليميني، لانه وما تنجحش حتى من الدوره الاولى، وكنا محل تتبع. هذا موجود وموثق، ماذا بينا السيد وزير العدل يتحمل مسؤوليته مع رئاسه الحكومه لاخر فرصه، لانه باش نساعدوا اكثر من هكا. اليوم اعتصمنا امام باب وزاره العدل، مرجاه رانا باش نقتحموا وندخلوا حتى الوزارات، لانه الناس هذه ما عادش عندها ما تخسر. احنا اصحاب حق، والملف ما يتطلبش اكثر من نصف ساعه نقاش بين زوج وزراء و يعني دائره الشؤون القانونيه الموجوده في الوزاره تحل المشكل. مانيش فاهمين اليوم ايش يحبوا وين يحبوا يوصلوا بينا. إذا يتعاملوا معنا على ميولاتنا السياسية نحن رانا نتشرفوا بها، احنا رانا مناضلين في الاتحاد العام لطلبة تونس وفي اتحاد المعطلين بعد ما تخرجنا من الجامعة، وأبناء الثورة من 17 ل 14 وفاهمين الوضعية العامة نتاع البلاد. اليوم بعد أكثر من عامين جينا تلينا بملفنا وشكرا. عظم التنفيذي السابق الاتحاد العام لطلبة تونس نظرنا داخل أسوار الجامعة، معروف الحركة الطلابية، قدماء الحركة الطلابية، هذه المنظمة العريقة اللي قدم التضحيات من عام 52 حتى الى الان. لكن للاسف الشديد معناها في ظل الحكومات المتاليه تم معناها فرز وهرسلت ابناء الاتحاد العام لطلبه تونس، سواء عن التصفيه الفكريه، سواء التصفيه الجسديه، سواء طردهم من الجامعات، سواء ملاحقاتهم الامنيه، سواء محاكماتهم. وقت اللي جات الانتفاضه الشعبيه هذه طمحنا اني باش تكون فما عداله تنصف هذوما، لانهم اصحاب حق وهما اللي ناضلوا في الشوارع وهما اللي قادوا التحركات، ونظلنا عليها بكل مصداقية وبكل ثقة، وما عندناش انتهازية أنا باش نقدموا ملفاتنا في لول، لأنه قلنا نحن أصحاب حق في البلاد هذه. للأسف أنه العفو التشريعي العام نسبوه، تم تقسيمه حسب محاصة حزبية ضيقة من محاصات حزبية، لأنه أبناء الاتحاد العام لطلبة تونس هاضم مغضوب عليهم، لانه امتداد للنظام النوفمبري والنظام النهضاوي الرجعي العميق كلهم نفس الاستراتيجي. لا عندهم مساله اجتماعيه، لا عندهم مساله اخلاقيه، لا انسانيه، لان قدماء الاتحاد العام لطلبه تونس يعتبروهم كما اعتبرنا انهم هذم هما سبب البلاء وسبب المشاكل في التحركات الاحتجاجيه، سواء في الشوارع، سواء في ساحات الجامعه، سواء في الكليات. للاسف وقت قدمنا في العفو التشريعي العام، نعاود نرجع للعفو التشريعي العام، تم محاصصته حزبيه وضربوا الملفات في وزاره العدل، وناس كانت تسرق وتنهب وتقتل في الارواح خذات العفو، والمناضلين الصحاح والصادقين ما تحصلوش العفو، وتم معناها طمس هذه الملفات. ما راعنا ان اثر تحركات قدماء الاتحاد العام لطلبه تونس انه جات خرجت قضايا جديده.